يعاني الأهالي في ريف حلب الشمالي من قلة عدد حواضن الأطفال في المستشفيات العامة أو المدعومة من المنظمات، خاصة مع ازدياد الحاجة إليها مع دخول فصل الشتاء وارتفاع نسبة الأمراض التنفسية بين الأطفال حديثي الولادة نتيجة الظروف الجوية وغياب وسائل التدفئة الصحية. نتابع تقرير ونعود للنقاش. هلا كنا بيعفين ما في حواضن، حولونا مشفى ثاني رحنا ما في حواضن. جينا هذا المشفى تعذبنا كثير، يعني لبونا بس بعد عذاب كبير يعني لتلبينا بالموضوع هذا. يعني مشفيين ثلاثة فتلنا لحسن نصل المشفى هذا. لأملونا موضوع الحواضن حطينا الولاد، يعني استنوا لشالوا واحد لحطوا الولاد بداله، يعني عدد الحواضن قليل، إنه بس المجال هذا يوسعوا فيه يكبروا الموضوع هذا. الحواضن في أزمة كثير عليها، يعني أي مشفى عم يحلون على مشفى التركي. مشفى التركي فيه ملان الحواضن، يعني ما شالوا ولد ما بيقدروا يحطوا بداله، وهذا اللي عم يصير بينا، في أزمة كبيرة على الحواضن. جيت لهون وما في حواضن، ملان الحواضن، يعني هذا اللي عم يصير. حاليا في موجة التهاب قصبات شعرية شديدة عند الأطفال، الأماكن الموجودة الشواغي المتوفرة غير كافية بسبب اكتظاظ السكاني الكبير خصوصا في مناطق الشمال السوري، خصوصا إذا بدنا نحكي عن منطقة جغرافية هي عفرين ومنطقة عزاز ومنطقة الباب، منطقة فقيرة جدا للخدمات خصوصا بفصل الشتاء بتصير الأعداد كثير كبيرة. عم نضطر ننتظر الأطفال في قسم الإسعاف أو على جرار الأكسجين أو بسيارات الإسعاف، ليس ما يتم تأمين مشاغل أو مكان كان عناية ولا عناية حواضن ولا عناية جناح بالنسبة للأطفال دون الشهر. كذلك الأطفال فوق الشهر قسام الجناح ممتلئة بشكل كامل في كامل المشافي، حتى مشافي الخاص القطاع الخاص ممتلئة بشكل كامل. في عنا ضعف كتير في هالفقرة هاي في هالبند، حتى الأجهزة المستعملة استهلكت بشكل كامل. هلأ موضوع نقص الحواضن والحاجة الكبيرة للحواضن بهي الفترة في عدة أسباب. أول شيء هي زيادة عدد الولادات. نحن عنا في منطقة عزاز لحالة يوميا ما يقارب 100 إلى 125 ولادة بشكل يومي. عدد الحواضن اللي موجودة عنا تقريبا بحدود 60 حاضنة، بالإضافة لعنا 12 منفسة وفي عنا 6 غواصات في المنطقة، بس هذا العدد غير كافي أبدا، وخاصة هلأ عنا في مرحلة الأمراض الموسمية. هلا نحن في عنا التهاب القصيبات الشعرية بيكون في حاجة يعني ضعف الأعداد اللي بالأحوال العادية للحاجة للحواضن، فهي الأمور كلها تعمل لنا حاجة كتير كبيرة. ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا في ريف حلب إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم. بداية يعني ما هو سبب أزمة حواضن الأطفال في ريف حلب الشمالي؟ نعم مساء الخير. حقا هذه الأزمة قديمة جدا، وكل فترة يتم تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بعدد الحواضن والمنافس الموجودة في المشافي، سواء كان مشافي الأطفال أو حتى المشافي العامة. بشكل أساسي فيما يتعلق بمشافي الأطفال في هذا الموسم بشكل أساسي يتم التفجر عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى حواضن بسبب أمراض تنفسية تظهر في هذه الفترة بشكل أساسي. هذا ما يتحدث عنه الأطباء في المنطقة، ويكون عدد حقيقة الحواضن الموجودة في المشافي العامة غير كافي هو بالأساس غير كافي وغير مناسب لعدد الأطفال أو عدد الحالات التي تقصد المشافي بشكل يومي، ويكون هناك في ظل هذه الموجات ضغط أكبر من السابق. هذه حقيقة الجزئية الهامة. هناك جزئية أخرى تتعلق حقيقة بالقطاع الطبي الذي لم يتم حتى اللحظة تأهيله. هذا ما تتحدث عنه حاليا مديريات الصحة العاملة في مناطق شمالي غربي سوريا على صعيد تجهيزات كاملة لاستيعاب الشرائح المجتمعية التي من الممكن أو الشرائح المرضية التي تحتاج إلى عناية خاصة في مناطق شمالي غربي سوريا. رغم وجود عدد كبير من مشافي الأطفال، لكن لا يوجد مشفى بقدرة استيعابية للمنطقة التي يتواجد فيها، وبالتالي معظم المشافي حتى في اللحظة التي يتم ربما إنشاؤها تكون بشكل أساسي عاجزة عن استيعاب المنطقة التي أو عن تخطيط المنطقة التي تتواجد فيها حاليا. هناك عجز كبير على مستوى الحواضن،
هناك أيضا العجز انتقل حتى إلى المشافي الخاصة على الرغم من غلاء أسعار حقيقة الحواضن بشكل أجور المشافي الخاصة بشكل أساسي. إبراهيم سنتحدث عن المشافي الخاصة والأجور، ولكن يعني مع دخول فصل الشتاء بحسب ما تابعنا في التقرير وكما ذكرت أنت، يعني يزداد إقبال الأطفال للأسف على الحضانات بسبب حالة الطقس والبرد، والأهم من ذلك يعني وسائل التدفئة يعني المضرة بالصحة. لماذا لم يكن هناك تجهيز لهذه الحالات يعني مع قدوم فصل الشتاء، وهي كما ذكرت أنت أيضا تتكرر في كل عام؟ خلال الأسبوع الماضي كان هناك حديث دار بين عدد من القائمين على عمل مشافي الأطفال ممن ينضمون للمنظمات الإنسانية أو ممن تدعمهم منظمات إنسانية في هذا السياق، قالوا بأن المشكلة حتى الحواضن تأمينها هو سهل، استجلابها إلى الداخل السوري هو سهل، النقص كبير جدا، لكن أين المشكلة؟ قالوا بأن المشكلة تتعلق بشكل أساسي في وجود تمويل، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بوجود الحاضنة أو المنفس ضمن المشفى. اليوم مشفى أطفال أو معظم المشافي متوسط الحساب لعدد الحاضنات الموجودة فيها 8 إلى 12 حاضنة. هذا كل مشفى أطفال، مثلا المشفى الموجود حاليا في مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي مشفى الأطفال يتواجد فيه 8 حاضنات تعمل. في مشفى عزاز كل المشافي الموجودة في منطقة عزاز يتواجد فيها فقط 60 حاضنة، في حين نتحدث اليوم عن 100 ولادة تقريبا بشكل يومي ضمن المنطقة، منطقة عزاز التي يتواجد فيها قرابة 700,000 تقريبا إنسان يعيشون في هذه المنطقة. وبالتالي أيضا مشكلة التمويل هي إحدى النقاط التي تصطدم فيها هذه المشاريع بشكل أساسي. اليوم محتاج مناطق شمالي غربي سوريا إلى تقريبا 5 أضعاف عدد الحاضنات والمنافس الموجودة في المنطقة لاستيعاب الحالات المرضية التي على مستوى الأطفال التي تراجع المشافي حاليا. وبالتالي نشاهد حاليا في مشفى الأطفال في مدينة إدلب مثلا اكتظاظ أعداد كبيرة من السكان، هناك من يقوم بانتظار دوره للوصول إلى الحاضنة، يضع طفله ضمن ربما قائمة الانتظار بشكل كبير رغم الحالة المرضية ورغم تأثر الطفل بهذه الأعراض التنفسية. هذا ما كنت سأسألك عنه مدينة إبراهيم، يعني أغلب الحالات التي تصل إلى المشافي حالات الأطفال يعني هي حالات حرجة، وهناك للأسف يعني عدم وجود شواغر في المشافي للحاضنات. كيف يتم استقبال الأطفال؟ ما هي الحالات التي يتم فيها الإسعاف؟ ما هي الحالات التي يتم فيها تفضيل حالة مرضية عن أخرى لو صح التعبير؟ المشكلة التي حقا تعاني منها حاليا مناطق مشافي الشمال السوري انعكست بشكل كبير على وجود الشواغر. حاليا لا يتواجد شواغر ضمن المشافي بالعموم، وبالتالي كل مشفى يصل إليه طفل هو بحاجة لمنفسة يتم تحويله إلى مشفى آخر. المشفى الآخر بالعموم إن كان هناك مجال استقبال هذا الطفل يتم استقباله، لم يكن هناك مجال يتم تحويل الطفل حتى إلى منطقة أخرى. في منطقة إدلب مثلا إن لم يتم حقا توفير شواغر يتم تحويل الطفل إلى عفرين، لم يتواجد في عفرين يتم تحويله إلى عزاز. وبشكل يومي حقا هناك صرخات من قبل أهالي، من قبل الأطفال يعانون من حالات مرضية، ذوهم يقولون بأنهم لم يتمكنوا من تأمين شاغر حتى في المشافي الخاصة. الجزئية المهمة هنا حقا كما ذكرت أن القطاع الخاص كان خلال الفترة الماضية من الممكن أن يتحمل جزء كبير ربما من الأعباء التي كانت تعاني منها المشافي في المنطقة، لكن حتى مشافي القطاع الخاص حاليا لا يتواجد فيها أي شواغر على الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي يتطلبها الدخول إلى هذه المشافي. $100 على ما أعتقد إبراهيم، يعني الليلة الواحدة في الحاضنة أطفال $100، ومع الصور والأشعة والتحاليل ربما يصل المبلغ إلى $120-$130. نعم، سألت أحد الأطباء قال بأنه خلال 10 أيام تقريبا من الممكن أن يصل المبلغ إلى $1,200، $1,200 تقريبا للطفل في المشافي في المشفى الخاص. وعلى الرغم من ذلك حقيقة وعلى الرغم من ربما المبلغ الضخم الذي لا تقدر معظم العوائل في مناطق شمال غربي سوريا على تأمينه لإنقاذ أطفالهم، لأن المشافي الخاصة أيضا تكتظ ب حقيقة أو ضمن الحواضن والمنافس التي تحتاجها الأطفال تكتظ بشكل كبير ولا يوجد فيها شواغر. وبالتالي حقيقة المشكلة تتعلق حاليا بالقطاع الطبي في العموم على مستوى الأطفال. يمكن تقييم حقيقة ما تحتاجه كما ذكرت المشافي حاليا في عدد حواضن 5 أضعاف المتوفر حتى اللحظة، ربما لا توجد إحصائية أيضا حتى لعدد الحواضن التي تعمل في المنطقة، لكن بتقديرات لأطباء عاملين في المجال بشكل مستمر يتم سؤالهم عن الحاجة، يقولون بأن الحاجة
بمقارنة بالطلب الكبير والوجود الازدحام الكبير على الحواضن حاليا ربما 5 أضعاف المتوافر ضمن كل مشفى من المشافي، حتى يمكن استيعاب أو يمكن حقيقة ملائمة المشكلة وإيجاد ربما شواغر للأطفال، الأعداد الكبيرة من الأطفال التي تراجع المشافي. قلت قبل قليل بأن هناك كان اجتماع لبعض الأشخاص والمنظمات لاستدراج الحواضن والحصول على تمويل، ماذا نتج عن هذا الاجتماع أو هذه المحادثات أو المباحثات، يعني لنسميها ما شئنا، ولكن هل تحقق الهدف منها؟ حقيقة على صعيد ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية هو أعمال فردية قام بها بعض العاملين في المنطقة، العاملين الإنسانيين بشكل أساسي، تم من خلال طرح موضوع مشكلة الحواضن تأمين مجموعة من الحواضن. هذه الحواضن تم توزيعها في عدد من المشافي العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، بعض الحواضن تم توجيهها إلى مشفى حارم وبعض الحواضن أيضا إلى مشفى إدلب بشكل أساسي. هذا ما تمكنت حقيقة الجهود التي تمت من خلالها تسليط الضوء على هذه المشكلة تأمينه، لكن الموضوع كما ذكرت يتعلق بحجم أكبر من الجهود الفردية وحتى من ربما المبادرات المحلية التي يتم من خلالها إيجاد ربما أو سد جزء من المشكلة. المشكلة حاليا المتعلقة في الحواضن تحتاج لتدخل منظمات طبية تعمل بشكل أساسي على دعم القطاع الطبي في مناطق شمال غرب سوريا بما يحتاجه من مقومات على مستوى الحواضن وعلى مستوى المنافس وعلى مستوى وجود أيضا أطباء وكوادر قادرين على سد الفراغ بشكل كبير، ولا سيما في هذه الفترة بالتحديد التي تواجه فيها المنطقة حاليا أزمة تتعلق بأمراض تنفسية تجعل ربما الإقبال على المشافي والازدحام على أو ربما ضمن المشافي بشكل أكبر من الفترات العادية التي من الممكن حقيقة أن تكون الأعداد الموجودة من الحواضن كافية بعض الشيء للتعامل مع هذه الحالات. شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من ريف حلب. شركة طيران خاصة في سوريا، هذا ما سنناقشه في ملفنا الأخير.